حسب الاشاره اللي جات لنا هو بلاغ من المجهول، شافها ومعدي وخاف يقف، حتى كمان ما رضيش يسيب اسمه. المسكينه وقفت افتكرت انه كمين شرطه. ده غير ان الحرق مش هو سبب الوفاه، طلق ناري في الراس. في واحد حالا قدم بلاغ شكك ان مراته اتقتلت بعد ما اختفت من محل ملابس جنب سور نادي الزمالك. انا وصلتها بنفسي لغايه باب المحل وما خرجتش منه. الناس دي خطفوها، ممكن يكونوا قتلوها. مساحه المحل ما تتحملش ان حد يستخبى فيها، ده احنا يدوب بنمشي فيه بالعافيه. ايه كميه السلاسل والمفاتيح دي؟ ايه ده؟ ابتديت اشك فيك. ما هي دي المشكله. طب خلي بالك من مراتك. جمال زين العابدين، تلاته من تلات اسابيع والقضيه اتسجلت قتل وسرقه. الودائع اللي كانت موجوده في البنك اللي شغاله فيها ده لقوها كلها مسروقه. لو كانت اكتشفت حاجه زي كده كانت بلغت فورا. لا ما هي اتقدرت عشان ما تلحقش تبلغ. يعني مفتاح الماستر كان معاك طول فتره غيابه؟ ما فكرت من تاني على الشهر. بس ده ما كانش سؤالي. من العفيف عمرها ما مضت ورقه ولا قبضت قرش. انا ما اعرفش مين دي وعمري ما قابلتها. ملهاش اي وجود في سيستم البنك كله. بتشك في مين يا استاذ سيد؟ تامر جوز مدام هدى. كان عندي ازمه ماليه وخلصت. حلت ازاي ومدام هدى ما وافقتش على القرض؟ عندي اصحابي كتير رجال اعمال واستلفت منهم. منى هي المسؤوله عن موضوع البنك ده علشان البوي فريند بتاعها شغال هناك. اللي هو مين بقى؟ ما تسالها، هي بتسالنا انا ليه. طب تقدر تقول لي مدام هدى ليه قدمت فيك شكوى؟ ما اعرفش. هي دي صاحبه الشغل اللي بنتك شغاله معاها؟ شكلي منال بنت الخالق النار. مين قال انك تعذر؟ انا كنت مسافر تبع شغل عندي في البنك. ايه اللي ودى هدى عند منى البوتيك وخرجت ازاي؟ ولو ماهر هو اللي عمل كل ده يبقى كان بيكلم مين في التليفون؟ لازم يكون مع شريك عشان يفتح الخزنه بتاعت البنك. ومش عايزين ننسى منال عفيفي، الى لحد دلوقتي محدش يعرف عنها حاجه. خلاص خلصت. في كل حلقة هناك جريمة، وفي كل جريمة متهمون، وفي الحلقة السابقة من الجاني. من هو المجرم الحقيقي من بين هؤلاء؟ اكتشف من الجاني لتحصل على فرصة الفوز بقسائم شرائية بقيمة 10,000 درهم إماراتي أسبوعياً. أرسل إجابتك على الرقم 3661 من داخل الإمارات أو اتصل على الرقم الظاهر على الشاشة للمشاركة من باقي دول العالم. بإمكانكم متابعة ما فاتكم من حلقات عبر زيارة الموقع abuzabitv.ae.